هو العوينه الوحيده وخلوني كندور هنا بوحدي. دعيتهم لله، دعيتهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك عندنا نو عبد الرحمن. كيقول لي يا سيدي ولا غنخسرك سانتي يا السعه اللي غيهز الموس غيعطيني الوجهي ارجع لي. رجعت للور انا ولدي مورايا كيقول لي يا ماما راني تضربت كلي على ليا على صدر وكتب عليا الحفره في وسط البزوله ديالي. كان كيوعدني بانه غادي يديني للحاج، بانه كيقول لي ما غنخليكش تبقى تدوري تبيعي الملحه في المارشي، غادي نشري لك الدار. كان موعدني بزاف لا واش بغي يدير وليداته، كيقول لي غادي تربيهم ليا. عمري ما كنت كنتوقع بان السي الحموشي غادي يتواصل معايا اولا غيعزيني اولا غادي هو اللي غادي تجي البشره ديال ولدي من عنده. السي الحموشي كنشكرك بزاف بزاف، وما لقيتش شي كلمات اللي غادي نقول لك اللي غنعبر لك بهم على الفرحه ديالي، ولو انها ماشي هي فرحه على بالنسبه لان المجرم تشد وما داش لي حق ولدي. ارتحت نفسانيا، علاش؟ من واحد الناحيه بان حق ولدي ما داش، لان حتى ولدي خدا حقه، لانه ما غيمكنش واحد في القبر ربي اللي عالم به واحد غادي يكون خارج كيتمشى عايش حياته عاديه. الله يعطيكم الرضا خوتي، الله يعطيكم الرضا وليداتي، الله يرضي عليكم. اللي غادي نمشي نشري انا يا حبه ب 40 درهم نمشي نشريها رويبعه ديال الكفته ونشويها وناكلها وغتعطيني قوه في قلبي. اللي غادي نمشي نشري طرف ديال الحشيش ب 50 درهم نمشي نشريه تي شورت ونلبسو نبان به قدام قراني. السلام عليكم، معكم نعيمة موت الضحية أيمن اللي كيبلغ من العمر 17 سنة، اللي وقع لينا مع مشكل وهما جوج ديال الخوت. نهار 8/8 كان مشكل عند ولدي مع الأخ الأصغر ديالو، كانوا تبيعوا وتشراوا في شي تليفون. غنعاود لكم باختصار لأن الموضوع راكم عرفتوه. تبيعوا وتشراوا وعطاه 2420 درهم. تالي ولدي قال له ما بقيتش باغي نبيع التليفون، ملي كنردوا للولد فلوسو كيقول لك ما بغيتش فلوس بغيت التليفون. ولدي كيقول له ما نعطيكش التليفون، كيقول له خذ تليفونك ولا خذ فلوسك. بقات هكاك، الولد ما داش فلوسو، ولدي ما عطاش التليفون. هذا الشيء وقع في شعبان قبر الحجر الصحي. نهار 8/8 جاب ليه خوه هذا اللي كيبلغ 30 سنة في العمر ديالو، جابوا ليه ترصد له براس زنقة، دخل عليه في حاله تسلل. هادشي اللي كنقول لكم انا راصدينو، جوج الكاميرات عندي باب الدار، كيفاش تسلل ليه، كيفاش شدو من شعرو، كيفاش جبد الموس، كيفاش غيضربو. انا الساعه اللي كنسمع ماما ماما جوج العيطات اللي عيط ولدي ماما ماما، خرج لي خرج راسي من الباب كنطل كنلقى ولدي مزبد في الارض فوق منه جوج كيضربو فيه. نطرت انا الدري الصغير لان الكبير اللي قتلو ما كنعرفوش، وما كنعرفش ان اصلا بانه الاخ ديال هذاك عبد الرحمن الصغير. انترت الدري عبد الرحمن الصغير، عطيتو واحد جوج ضربات للدار، كنقول له مالك معاه علاش محامين عليه. الخارجه اللي جريت انا الدري الصغير، ولدي سلس من تحت لاخر، لقى الفرصه فين يخرج خرج من تحت منه. الوقفه اللي وقف ولدي تخشى فيه الموس. هادشي اللي كنقول لكم ماشي هضره، هادشي شاده الكاميرا، والكاميرا راه عند الامن وراه شافوه. خشى ليه الموس 8 ديال السنتيم في القبر في القلب ديالو اللي تقبلو قلب وريه في دقه وحده. وجاكيتو اللي تضرب بها هي هاد الضربه باقا ما بغيتش، بقيت محافظه على هادي، بقى ذكرى، وقع انها ذكرى مؤلمه المهم تبقى ذكرى. دعيتهم لله، هذه هي الضربه اللي تضرب فيها ولدي الجهه اليسرى ديال القلب ديالو. الضربه كانت قد هكا لانني اللحظه اللي غيقول لي ولدي راني تضربت وكنشوفها عندما اللي غنمشي غندير لولدي اربعه الغرزات وغنردو لدارهم. مشيت تنتفاجئ ملي داروا له سكانير بان الابن ديالي عنده 8 سنتيم تقبلو قلب وريه. وديك اللحظه راه تخرجت منه 3 يطرو ديال الدم في السكانير، زيت الدم ديال ولدي بيدي. تضرب نهار 8/8، نهار 15/8 داموا الامانه امانته، انتقل لرحمه ربه، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الله يجعلوا لي صدقه مقبوله عند الله. وانا كنقاسي من ذاك النهار والمجرمين بجوج بهم في حاله فرار، بجوج بهم في حاله فرار، الى ان جاء الفرج البارح. والله يخلف على السي الحموشي، والله يكثر ليا خيره، الله يرحم ليه الوالدين لانه هو اللي جاب لي البشره، هو اللي بشرني بان المجرم عدنان تشد. قال لي راه هو تشد في العرايش وهو مبطين، ولك بنتي في السله، وكان واعدك باش غنجيب لك سال اخر ثاني. وكنشكرك من هذا المنبر السي الحموشي، كنشكر الدراري ديالك، كنشكر السلطات كاملين، الامن الوطني بعدا ديال السله اللي وقفوا معايا وقفه ما نقولش لكم وهزوا ليا بالي، لانني كنت كندير شي حاجه لا شعور. كنهبط الكوميساريه كنبقى نغوت ولا هذا، ما كاينش اللي نهرني اولا قال لي اش كديري، كلهم حسوا بيا وحسوا بالحرقه ديال قلبي
كلهم وقفوا معايا الله يجازيهم بخير. وكنشكر بزاف 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 الامن ديال العرايش اللي ساهم معايا وشد لي هاد المجرم، الله يكثر خيرهم والله يقع لي درجتهم. سي الحموشي كنشكرك بزاف بزاف، وما لقيتش شي كلمات اللي غادي نقول لك اللي غنعبر لك بهم على الفرحه ديالي، ولو انها ماشي هي فرحه على بالنسبه لي ان المجرم تشد وما ضاعش لي حق ولدي، ما كيت ولدي في قلبي، راه ربي اللي عالم بها، راه معمره ما تنسى حتى النهار اللي نوصل للقبر ديالي. واختي اش غنقول لك، هذا عدنان هو اصلا كان في حاله فرار لانه عليه 17 بلان وعليه 7 سنين غيابيه، هو راه جا الجمعه والسبت ضرب لي ولدي، جابوا خوه اللي جابوا لولدي، خوه اللي قال له ها الولد اللي ما بغاش يعطيني التليفون ولا لا، المهم جابوا لولدي خوه، وما كنعرفوش لان انا الساعه اللي خرجت للباب وكانت عايره انا وياه وكنقول له ما تضربش الولد ماشي قدك، ما عارفاش خو عدنان، وكان غيضربني بموس لوجهي والكاميرا راصده هاد الشيء، هاد الشيء راه ماشي من فراغ كنقولوا، الكاميرا تشادين هاد الشيء. كيقول لي يا سيري ولا غنخسرك سانتيا الساعه اللي غيهز الموس غيعطيني الوجهي ارجع اللي رجعت اللور، انا ولدي مورايا كيقول لي يا ماما راني تضربت ملي على ليا على صدرو كتبان لي الحفره في وسط البزوله ديالو، ما نقول لكمش على الحرقه ديال القلب ديالي، واليهودي اللي هو يهودي ما كيامنش بالله وبالرسول، ما تبغوش تشوفوا له هذاك الشيء وما تبغوش يعيش ديك الحاله وديك اللحظه، خصوصا وان ولد واحد اللي عندي وكنترجى فيه بزاف الحوايج من الدنيا هو العوينه الوحيده، وخلوني كندور هنا بوحدي، دعيتهم لله دعيتهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك عدنان وعبد الرحمن. ارتاحيت نفسانيا، علاش؟ من واحد الناحيه بان حق ولدي ما ضاعش، بان حتى ولدي خدا حقه، لانه ما غيمكنش واحد في القبر ربي اللي عالم به واحد غادي يكون خارج كيتمشى عايش حياته عاديه، وراه عاش حياته 5 شهور و7 ايام، راه عاش حياته عاديه، وديك 5 شهور و7 ايام راه دازت عليا انايا، ما نقولكمش كي دايره، راه كنت كنخرج راه رجال الامن براسهم شحال مره جابوني 3 4 الصباح كيجيبوني بالسياره ديال الامن حتى لباب الدار كيقولوا لي ادخلي بحالك ما عندك ما تجلسي ديري في صداقي، راه الخدمه اللي راه الخدمه هذيك ديالنا حنا، انا ماشي كنخرج كنقلب على المجرم، انا كنت كنقنط هنا كيجيني الصوت ولدي كيجيني الهوس الحماق اللي كيقول لي يا ولدي اجي اعطيني ناكل اجي غطيني اجي ديريني، كندور كيبان لي غير ولدي كيدور معايا في الدار كنقول اللهم نخرج للزنقه ولا نبقى جالسه انا هنايا غادي نحماق ولا هذا، انا بغيت نحماق دابا حاليا ما عنديش المشكل لانني شفت حق ولدي، كنت خايفه لنموت ويديمو الامانه امانته وكيقول لي عقلي راه واخا تموت ويتشد المجرم وغايجيو للقبر ديالك يقولوا لك ماشي نفس الاحساس اللي حسيت به دابا وانا عايشه، هو الواد الوحيد اللي عندي من غير الله ما كاين والو. هذاك الدبلوم ديالو ديال السنه 6 نقول لك السنه 6 ديالو كان كيقرا الموسيقى، كان كيدير الموسيقى العالميه كيقرا في اكدال كيقراو الناس كور، كان ولد نقي ما كيبان لك هنا في الزنقه غير السبت والحد اللي ما كيقراش هو اللي كان كيخرج للزنقه، ما شي نقول لك غنشكر لك ولدي ولد نقي، وهذا راه غير صور كان كيوعدني بانه غادي يديني للحاج، بانه كيقول لي ما غنخليكش تبقى تدور تبيع الملحه في المارشي غادي نشري لك الدار، كان موعدني بزاف الحوايج بغي يدير وليداته كيقول لي غادي تربيهم ليا، الحمد لله الحمد لله الله يجعله صدقه مقبوله عند سيدي ربي. ولدي انا كما كنقول يتيم، ولدي يتيم الاب، يتيم الاب كاين عنده غير انا اللي امو خدامه عليه، الحمد لله عايشين على قد حالنا ما عندناش وما خصناش وعايشين في مستوى لا باس به الحمد لله، ما كنمشوش نقولوا الناس عطيونا ما جالسينش بلاش اللهم لك الحمد، والحمد لله حتى مؤخرا المغرب ديالنا راه ما بقاش فيه الفقر اللهم لك الحمد الحمد لله. ما فهمتش انا هي على واحد اثنين كتمشي كتهز موس كتمشي كتضرب بنادم، علاش ضرب بيدك ضرب بيدك؟ هادشي ديال القتيله كثر بزاف بزاف بزاف، هنا المغرب ديالنا الحمد لله ولا حضاري ولا مغرب زوين، بالعكس حنا المغرب ديالنا خصنا نفتخروا به، ولكن هادشي اللي طالع دابا ديال الحبوب الهلواسه وديال المخدرات ما خلاوش المغرب ديالنا يبقى زوين، المغرب ديالنا راه جنه بالنسبه لدول اخرين، راه جنه وحنا كنشوفوا غير في الاذاعات كنشوفوا الحروب وكنشوفوا بزاف ديال الحوايج في بلدان اخرين ما عايشينش، ولكن الله يعطيكم الرضا خوتي، الله يعطيكم الرضا وليداتي، الله يرضي عليكم. اللي غادي نمشي نشري انايا حبه ب 40 درهم نمشي نشريها رويبعه ديال الكفته ونشويها وناكلها وغتعطيني قوه في قلبي، اللي غادي نمشي نشري طرف ديال الحشيش ب 50 درهم نمشي نشريه تيشورت ونلبسو نبان به قدام كراني،
راه كتخليو والديكم بالاخص الوالدين كتخليو والديكم في العذاب والاخص الامهات، لان القلب ديال الام والكبده ديال الام راه ماشي ديال الاب، راه الاب كما كان الحال هذيك من عند الله غريزه، غريزه من عند الله كتجي. اتصل بيا السيد رئيس المنطقه ديالنا ديال سلا، قال لي فين؟ قلت له انا في المارشي، قال لي انا عندك في الباب. جيت حليت الباب دخلنا، جلس كي دايره لاباس، قلت ليه واش كاينه شي بشره؟ قال لي كاين واحد السيد باغي يتكلم معاك. قلت ليه مرحبا. اتصل بالهاتف، ملي اتصل بالهاتف من خلال الهضره ديالو عرفت بانه كيهضر مع السيد حموشي، زوزو ليا عزاني وعطاني البشره ديالي، وقال لي كنبشرك بنتي بالخير بان عدنان راه تشد بالعرايش وهما مهبطين للكلسله، كنوعدك بان حتى المجرم الاخر الصغير حتى هو غادي يجيبوه. من هاد المنبر كنشكر بزاف 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 السي الحموشي، الله يجازيك بخير، كما درتي لي واحد واحد النسيم ديال الفرحه في قلبي واخا قلبي مجروح، الله يجازيك بخير والله يفرحك بالجنه. وكنشكركم بزاف 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 السلطات، وكنشكركم رجال الامن ديال العرايش اللي حتى نتوما درتو مجهودكم حتى شديتو ليا المجرم. عمري ما كنت كنتوقع ولو انني كنت كنشوفو مره على جهاز التلفاز، عمري ما كنت كنتوقع بان السي الحموشي غادي يتواصل معايا او لا غيعزيني او لا غادي هو اللي غادي تجي البشره ديال ولدي من عنده، عمري ما توقعتها او لا دازت لي في الخيال ديالي. ما نكذبوش على الله، ما نكذبوش على الله، والحمد لله بلادنا كما كيقولوا بلاد الحق والقانون، فعلا فعلا واخا كان واحد شويه ديال التعطال ماشي من رجال الامن ولكن من المجرم، لانه مجرم محترف كيعرف كيفاش يتخبى. اول حاجه الله يعفو على كل واحد، والحبس ما كتبغي حتى شي واحد، ولكن بالنسبه اللي كيشوف الطريق عوجه وكيمشي ليها وكيعرف طريق الاجرام وكيمارسها، شوف راه واخا دير اللي درتي وتغبر شحال ما غبرتي، ربي كبير والقانون راه يجبدك يجبدك، خصوصا هنا حنا عندنا في المغرب راه ما نقولكش، راه فكروا غير بعقلكم، راه ارهابيين وكيتجبدوا. المغرب عندنا واحد الامن، راه واخا كتقول انت راه عنده ما غايديروا، راه كيجبد وكيدير، راه عندهم طرق خاصه ديالهم راه ما كتعرفها لا انت ولا انا، كيعرفوها غير هما مع بعضهم. راه المغرب ديالنا راه كاين فيه الامن، راه واخا ديرها انت خذوا عبره من هذا المجرم اللي قتل لي ولدي 5 شهور و7 ايام وهو يا هربان في حاله فرار، وكانوا كيطلقوا اشاعات بانه غادر التراب الوطني باش ما يبقاوش عليه نظرات ويبقاو تابعينه، وفي الاخر راه مشاو جابوه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.